يقول نعلم أن الله تعالى تولى حفظ كتابه الكريم، فمن الذي تولى حفظ الحديث؟ حفظ الحديث من حفظ القرآن، لأن الحديث مفسر للقرآن، مفسر للقرآن، فهو داخل في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر يشمل القرآن ويشمل السنة النبوية، لأنها كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والذي تولى حفظ السنة هم المحدثون، الأئمة المحدثون الحفاظ الرواة الذين بذلوا من الجهد ما لا يخفى، فدونوا الأحاديث الصحيحة ونبهوا على الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة والمدسوسة، بينوها. هذا من حفظ الله للقرآن الكريم. نعم.